الرحمن الرحيم. سبحان الذي نضر الوجوه الآمين محجة نبيه البيضاء. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، رمضان مبارك سعيد أدخله الله عليكم بالخير واليمن والبركات. نلتقي مجددا في سلسلة دروس اللغة العربية الخاصة بالثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية. هذه المرة سنقف مع مكون المؤلفات وكيف نجيب على سؤال الامتحان الوطني فيما يخص المؤلف النقدي. أولا، الخطوات المنهجية لكتابة موضوع إنشائي حول سؤال المؤلفات. الأمر يتعلق هنا بظاهرة الشعر الحديث، وهو المؤلف النقدي للناقد والباحث أحمد المعداوي المجاطي المقرر لسنة الثانية بكالوريا. سأركز في هذه الحصة أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات على التصميم المنهجي وعلى أهم عناصره، ثم على سلم التنقيط. ركزوا معي جيدا. على مستوى المقدمة، أول عنصر في التصميم المنهجي وهو المقدمة. على مستوى المقدمة أقوم بالتأطير وطرح الإشكالية. كيف يكون التأطير؟ يكون التأطير من خلال الإشارة باقتضاب إلى موضوع المؤلف وأهم القضايا التي تناولها، وأشير إلى جنسه أنه مؤلف نقدي وإلى صاحبه، ويمكن أن أشير إلى عدد فصوله وصفحاته أيضا. على مستوى الإشكالية ينبغي أن أحول عناصر المطلوب إلى أسئلة مركزة وسأحصل على الإشكالية. على مستوى سلم التنقيط فقد خصص للمقدمة نقطة واحدة. العنصر الثاني في التصميم المنهجي وهو العرض، وفيه يكون التحليل والفهم والمناقشة. إذن أول شيء ينبغي القيام به في العرض وهو ربط القول بسياقها داخل المؤلف، أين وردت في سياق المؤلف، ثم تحديد القضية المطروحة في المطلب، أي تلك القولة التي أنتم ستمتحنون فيها، أحدد القضية المطروحة فيها، ثم تحليل أفكار القولة وإبراز علاقتها بالقضايا الأخرى في المؤلف. بعدما حددت قضية القولة، ثم ينبغي أن أربط ذلك بالقضايا الأخرى التي تناولها المجاطي في مؤلفه. ثم ينبغي أيضا الاستشهاد سواء بأقوال الناقد أحمد المعداوي المجاطي أو نقاد آخرين. ممكن أن آتي بأبيات شعرية التي استشهد بها الناقد، ثم أسماء قصائد أو دواوين إلى غير ذلك. أيضا على مستوى العرض ينبغي أن أبين المناهج التي اعتمدها الناقد في مؤلفه. لاحظوا هذا السؤال، فهو متعلق بالمؤلف ككل وليس بالقولة موضوع الامتحان، وإنما ينبغي أن أبرز المناهج التي اعتمدها المجاطي في مؤلفه ككل. ثم أيضا أبين الطريقة الحجاجية التي اعتمدها أحمد المعداوي المجاطي، إما أن تكون طريقة استنباطية أو طريقة استقرائية، وعلي أن أبين ذلك من خلال مؤشرات نصية أو من خلال الأفكار التي كان يتناولها الناقد. ثم أيضا أن أرصد أساليب التفسير ووظيفتها في المؤلف النقدي. على مستوى سلم التنقيط خصص للعرض 4 نقاط موزعة على عناصره. لاحظوا أهمية العرض، فهو يضاعف المقدمة على مرتين. العنصر الآخر والأخير في التصميم المنهجي وهو الخاتمة، وعلى مستوى الخاتمة هناك التركيب وكذلك التقويم.
ما علي فعله أو ما ينبغي علي أن أفعله في الخاتمة هو أن أقوم بخلاصة تركيبية لعملية الفهم والتحليل، ثم الإشارة إلى قيمة المؤلف وأهميته الأدبية والفكرية، وأبين ذلك أين تتجلى القيمة الأدبية والفكرية لمؤلف ظاهرة الشعر الحديث. طبعا قد خصص للخاتمة نقطة واحدة شأنها شأن المقدمة، إذا لاحظوا ينبغي أن تكون المقدمة من حيث الكم، ينبغي أن تكون المقدمة في حجم الخاتمة، بينما ينبغي أن يستغرق العرض يعني الحيز الأكبر من الموضوع لكي يكون موضوعا منسجما. إذا بعد تحديدنا للتصميم المنهجي الذي ينبغي التزامه في كتابة موضوع إنشائي في مكون المؤلفات، ننتقل إلى نموذج تطبيق. طبعا يخصص لدرس المؤلفات على مستوى الامتحان الوطني 6 نقاط، بينما النصوص 14 نقطة. يرد السؤال أو المطلوب في الامتحان الوطني بهذه الشاكلة: ورد في مؤلف ظاهرة الشعر الحديث لأحمد المعداوي المجاطي ما يأتي: التقى هؤلاء الشعراء عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وعبد القادر المازيني عند فكرة واحدة، هي أن الشعر وجدان، غير أن مفهوم الوجدان عندهم كان متباينا. صفحة 11. طبعا القولة فهي مأخوذة من ظاهرة الشعر الحديث. ثم هناك أسئلة غالبا ما تكون على هذا الشكل: انطلق من هذه القولة واكتب موضوعا متكاملا. وأركز على كلمة موضوع، عندما نقول موضوع فهناك تصميم منهجي، مقدمة، عرض، خاتمة، متكاملا تنجز فيه ما يلي: ربط القولة بسياقها العام داخل المؤلف، ثم رصد مظاهر البعد الوجداني واختلاف مفهومه ومضامينه عند شعراء مدرسة الديوان، ونحن تحدثنا عن مدارس التيار الرومانسي، ثم الإشارة إلى مختلف الوسائل المنهجية، عندما تسمعون الوسائل المنهجية مقصود بها المناهج، والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في مقاربة هذه التجربة، ثم صياغة خلاصة تركيبية تبرز قيمة مؤلف ظاهرة الشعر الحديث. لاحظوا أن هذه العناصر فهي تنسجم مع تصميم المنهج الذي قدمته سالفا، يعني مقدمة، عرض، خاتمة، يعني هذه العناصر هي التي ستحولونها إلى أسئلة وستحصلون على الإشكالية التي أشرت إليها آنفا. سأحاول أن أقدم لكم نموذج للكتابة لهذا الموضوع الذي سنحلل فيه القولة التي وقفنا عندها. يمكنكم أولا أن تقرأوا القولة جيدا وتجيبون عن المطلوب. سأقدم هذا النموذج وكالآتي: على مستوى المقدمة، طبعا أنتم أثناء كتابتكم الموضوع لا ينبغي أن تكتبوا أولا المقدمة إلى غير ذلك، لأن هذا فقط من باب التوضيح ليس إلا. إذا نقول: يعتبر مؤلف ظاهرة الشعر الحديث للناقد والباحث أحمد المعداوي المجاطي أول مؤلف مغربي وعربي صدر حول الشعر الحديث في فترة كان التأليف فيها حول هذا الموضوع يتسم بالقلة. يقع الكتاب في 272 صفحة من الحجم المتوسط، ويتكون من 4 فصول فضلا عن مقدمة وخاتمة. إذن هذا تأطير للمؤلف. إذن هنا سأنتقل إلى الإشكالية.
إذن فما هو المضمون الذاتي في شعر هذه الجماعة؟ وكيف يختلف حضوره من شاعر إلى آخر؟ علامة استفهام لأنها أسئلة. وما هي الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي اعتمدها الناقد في معالجة هذا الموضوع؟ على مستوى العرض قلنا سنؤطر القول في سياقها داخل المؤلف. لقد وردت هذه القولة السابقة في بداية القسم الأول من كتاب ظاهرة الشعر الحديث، وبالتحديد في الفصل الأول الذي يحمل عنوان، أشير إلى عنوان الفصل، وفيه يؤكد الناقد أن شعراء الديوان قد التفوا عند فكرة واحدة هي أن الشعر وجدان، غير أن مفهوم الوجدان عندهم كان متباينا بمعنى مختلفا، فقد أراده العقاد مزيجا من الشعور والفكر، وفهمه شكري على أنه التأمل في أعماق الذات تأملا يتجاوز في غايته حدود الاستجابة للواقع. أما المازني فقد رأى فيه كل ما تفيض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات، ولا ريب في أن هذا الاختلاف في مفهوم الوجدان قد أثمر اختلافا واضحا وبينا في المضامين الشعرية لهؤلاء الشعراء، فقد لابس شعر العقاد ميل واضح إلى التفكير، بل ما أكثر ما طغى الجانب الفكري على الجانب الشعوري في شعره، ولعل في ذلك ما يفسر ذهاب كثير من الدارسين إلى أن العقاد مفكر قبل أن يكون شاعر. وعلى العكس من ذلك نجد عبد الرحمن شكري يستمد طابعه المظلم من أغوار نفسه الكثيرة، منصرفا من إهمال العقل المحض إلى التأمل في أعماق الذات، لأن المعاني عنده جزء من النفس لا تدرك بالعقل وإنما يدرك بعين الباطن أي بالقلب. أما المازني فإنه أحب أن يتعامل مع الأشياء تعاملا أساسه الانفعال المباشر بما تنطوي عليه تلك الأشياء من مظاهر مفجعة دون تدخل من العقل أو توغل في أعماق النفس، لأن من طبيعة الشعر عنده أن ينطلق من النفس بصورة طبيعية أشبه ما تكون بالبركان. الآن أنتقل إلى الوسائل الحجاجية والأساليب كذلك. إن مقاربة، إذن كنموذج للإجابة، إن مقاربة المجاط لهذه التجربة قد تمت انطلاقا من اتباع استراتيجية منهجية وحجاجية وأسلوبية واضحة. فعلى المستوى المنهجي اعتمد الناقد المنهجين التاريخي والاجتماعي، وذلك من خلال ربط ظهور جماعة الديوان بالتحولات التاريخية والاجتماعية التي عرفها المجتمع المصري في بداية القرن العشرين. وعلى المستوى التفسيري والحجاجي اعتمد الناقد لتوضيح أفكاره ومحاولة الإقناع بصحتها مجموعة من الوسائل نحددها كالآتي، ثم أعطينا نماذج. القياس الاستنباطي، وذلك من خلال الانطلاق من مبدأ عام وهو التقاء شعراء جماعة الديوان عند فكرة واحدة، الانطلاق من العام إلى الخاص، هي أن الشعر وجدان، ثم الانتقال بعد ذلك لرصد مظاهر هذا الاختلاف عند هؤلاء الشعراء. ثم التمثيل، ويعني تفسير الظاهرة بتقديم أمثلة عنها، ونلاحظ هذا بالتحديد عندما يريد الناقد أن يثبت حضور البعد الوجداني عند شعراء جماعة الديوان، فيلجأ إلى التمثيل لذلك بقصائد من شعرهم كقصيدة الحبيب الثالث للعقاد، وقصيدة معاني لا يدركها التعبير لشكري، وقصيدة البحر والظلام للمازي.
ثم الاستشهاد أيضا كأسلوب تفسيري حجاجي، الاستشهاد، ويظهر ذلك في لجوء الناقد لدعم موقفه إلى الاستشهاد بمجموعة من آراء بعض الشعراء والنقاد كعبد الرحمن شكري في مقدمة ديوانه ضوء الفجر، وعباس محمود العقاد في ديوانه هدية الكروان، وصلاح عبد الصبور في مقاله شاعرية العقاد، ومحمد مندور في كتابه النقد والنقاد المعاصرون. أيضا من الأساليب التفسيرية الحجاجية نجد المقارنة، وتبدو من خلال إبراز نقط الاتفاق ونقط الاختلاف بين شعراء هذه المدرسة حول مفهوم الوجدان ومضامينه في شعره. أما على مستوى المنهج، قلت سابقا أن المنهج ينبغي أن أدرسه في المؤلف ككل. أما على مستوى المنهج فقد مال المجاطي إلى التكامل المنهجي الذي انصهرت في بوتقته المناهج النقدية الآتية: المنهج التاريخي، وأبين أين يتجلى المنهج التاريخي، الذي تمثل في عرض الظروف والأحداث التي رافقت نشأة الشعر العربي الإحيائي والوجداني والحديث، مع اعتبار الوقائع الخارجية فاعلة في تصور الشعراء لموضوعهم. ثم المنهج الاجتماعي الذي تجسد في ربط التجارب الشعرية ببيئات الشعراء، واعتبار الشعر استجابة لما كانت تمر به الساحة العربية من متغيرات اجتماعية وسياسية وكذلك ثقافية. ثم أيضا اعتماد المنهج النفسي الذي يتعامل مع تجربة الشعر العربي بوصفها تعبيرا عن أحوال معيشة مر بها الشعراء، مع الإلحاح على دورهم في إحداث تغييرات في الجانب الموسيقي للشعر والتجارب الحياتية كذلك. ثم المنهج الموضوعاتي، ويظهر هذا المنهج بقوة في الفصلين الثاني والثالث، الذي وظف من أجل تحديد أهم الموضوعات. نلاحظ في الفصل الثاني أن الفصل قسم إلى مجموعة من الموضوعات، مثلا موضوع الغربة في عناصر متعددة: الغربة في الحب، الغربة في المدينة، الغربة في الكون، الغربة في الكلمة إلى غير ذلك. الموضوعات التي استأثرت باهتمام الشعراء المحدثين. وكخاتمة لهذا الموضوع نقول، وخلاصة القول، فإن المجاطي حاول أن يحيط بالظاهرة المدروسة إحاطة تجمع بين التصور النظري والممارسة التطبيقية، مما يجعل من دراسته دراسة علمية موضوعية تراعي الشمول في الطرح والدقة في التناول، والاعتماد على الوسائل المنهجية والحجاجية والأسلوبية المناسبة. إذن أحاول أن أقدم خلاصة جد مركزة. أما قيمة المؤلف النقدية والأدبية فتكمن في معالجة النصوص الشعرية اعتمادا على مداخل معجمية وتركيبية ودلالية وإيقاعية، وبذلك يكون المجاطي قد أسدى للشعر العربي خدمة جليلة في فترة كانت فيها المعرفة النقدية حول الشعر الحديث تتسم بالنظر والقلة، والكتابة حول الموضوع مطبوعة بالنظر والقلة كما قلت، بل توج النقد العربي بالمغرب وأضاف إلى دراسات أخرى، مثلا كناقد أحمد اليابوري وإدريس الناقوري على سبيل المثال. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أفادكم، وشكرا على حسن انتباهكم.
ورمضان مبارك سعيد أدخله الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.